مشان الله طلعوا برات البيت، لك اطلع برات الاوضه مشان الله يا ربي، مشان الله اطلع برات الاوضه، اطلع برات الاوضه. ولك فاهمين يا ريما هذا مين؟ لك انا حسان بطلتي تعرفيني. برا اطلع لي برا، اطلع لي برا، اطلع لي برا. ولك خلاص تحكي اجت اطلع اطلع يا بيبي دول. ليش عم بترجعك؟ عم لك الله يخليك تركني قوت. الله يجيبك يا طولة البال لك مريم، الله يرضى عليك، لا تخليني اطلع عن طوري. غصبا عنك بدك تمشي. بزيدك ان شاء الله لا تخصبني على شيء. شيء بدك تخجليني قدام الناس ويقولوا بنت الزعيم ابو طالب الانوات يا حردة ونصير عيل كابتن بالبشر. ما بدي روح، ما بدي روح، ما بدي روح. تيلي مين جنابك؟ أنا أم عبده خالته لحسان، جاي أشوف مريم، يبعت لي حمى متخانقة هي وجوزة وقاعدة ببيت أهلها. يو وما لقيتوا حدا يصالحهم مع بعض ويرجعوا؟ قولي على قامتي ما ضل حدا ما تدخل يا أختي. يا عزمية خدامتك عزمية. استغفر الله، أنا بيقولوا لي أم عبده. المهم أنا جاي أشوف الست مريم مشان صالحها مع جوزة، بلكي بترجع لبيتها. الله يجزيك الخير يا ستي. وين مريم؟ ليك هون جوا، تفضلي. مريم حبيبتي اطلعي، انا ام عبده، تعي اطلعي. لك انت شو جابك لهون؟ ليش لحقتيني لهون؟ اطلعي لبرا، اطلعي لبرا. شو جابك؟ ما حدك عندي مريم، ما بدي اشوفها. مريم 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 مريم. إن شاء الله بتقبري قلبي، مشان الله ما تواخذينا على هالفصل اللي طلع من بنتي مريم. لا تاكلي هم يا أم طالب، أنا كنت جاية أقول لها كلمتين بإنه البيت مو حلو بغيابها. إن شاء الله بتقبريني، والله بعرف، بعرفك قديش بتحبيها. شو منا نساوي؟ شوفت عينك جوز ولي على قلبي عليه، مو طايق البيت وما في غير بياخد أواعيه وبيشمهم من شوقه لإلها. إن شاء الله بيقبش قلبي، أنا اللي بعرفه قديش بيحبها وعنده إياها بالدنيا. شو بدنا نعمل؟ هيك الله وكيلك، كل ما سمعت بسيرته أو شافت حدا من اللي حواليه هيك بصير مثل مجنونة. خاطرك مشان الله ما توغزينا أم عبده، بوس إيدك. خلص خليكي هون، أنا بعرف طريقة. خبريني مشان واجبك. لا معي الله معك. قولي على أم، قولي على طولي على القصة. لك شو صار لها يا شفا على البنت؟ شو صار لها؟ دخيل اسمك يا رب، يا شافي يا معافي، يا شافي يا معافي، تشفي لي هالبنت بجد حبيبك محمد يا رب. يا مريم انت شو قصتك مع لمعات خانه؟ والله ما بعرف، والله انا كنت احبها لهي المره وحسها اكابر وبنت عالم الناس، بس ما بعرف ليش هلا صايره كل ما بشوفها ضيق نفسي وبصير روحي براس من خيري. يمكن حبيبتي لانك بعيده عن بيتك وجوزك.
أنا كم مرة فهمتكم لحدا يجيب سيرته بهذا البيت؟ خلص تقبريني والله العظيم ما قصدي، بعت لي حمى. أي وحدة بيناتكم بدها تجيب سيرته ولا عاد تحكي معي بدون؟ خلص ميمي، هي آخر مرة بتنجاب سيرته بالبيت، بس أنت تقبريني اهدي وركني. اختصار حجابت سيرته بدون قصدها من جملة الحديث يعني. شو يعني ما عمل لها عمل؟ يعني خالتي مكتب لها. فهمت مكتب لها، بس شو يعني؟ يعني حدا من هاللي بيكرهها هو اللي بيكون ساحرها. سحر؟ لأنه خالتي الشيء اللي بدر منها اليوم ما بيصير إلا من حدا مسحور. وشلون قصة السحر هي اللي عم تحكي عنها؟ تسمح لي اتدخل واشرح لك السيرة بطريقة تانية يا سيدي؟ تفضل أبو يحيى قول. أصدق معبدو إنه حدا كاتب لي عند شي بنت حرام مشان توقع بيناتكم وتصيروا تكرهوا بعض. أيوة، وشو مصلحتها من هذا الشيء؟ والله بقى هي بدك تسأل عنها معبدو. حسد وغيرة وضيقة عين. ومين هذا اللي بده يحسد مريم وهي ما لها معارف غير أهلها يا خالتي؟ مو هذا اللي لازم نعرفه. شلون؟ خلص انت اترك الموضوع علي. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده لك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا